السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس بخير هانيين. اليوم غنشارك معكم شويه ديال الفريزه. شريتها هانتوما، يا شريت هنايا 5.5 كيلو. انا بغيت نديرها في فريغو باش رمضان بلا ما نبقى كوني بعد سير شري شويه. كنديرها هكا في الثلاجه وكنبقى كوني بنهز شويه، كندير به العصير. شريت عاود البانات، هو كنديرو في فريغو. شريت التفاح، ها هو هانتوما هي المشاهدين. دابا هادشي هذا غنقيه وغنديرو في مويكات، بغيت نشركها معاكم. تبارك الله عليكم ولا يخطيكم علينا. دابا انا غنقيها كامله بحال هيدا، هانتوما غنقيها بحال هكا كامله، غنديرها في مويكات ونشركها معاكم ان شاء الله. هانتوما انا قربت نساليها دابا بالمقر. هانتوما باش نعدلها في الميكات، واش غنديرو؟ ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي قدرنا عليه. كلشي غالي، وعلى كلشي غالي هكا كنتحسو مع الوقت. هانتوما دابا غندير القياس ديالي اللي غندير، ضروري كنديرو معاها شويه ديال الجعداء باش كتجي بنينه. حتى البنان كيدير له مويكات، كنحشيه في فريكو كيبقى بياض، كيشعل مكيجرى له حتى شي حاجة، مكيكحل ما والو. التفاح عاوتاني هكاك مكيكحل ما والو، كيبقى عاود زوين هكا. درت له عام الأول والله إلا دوزت بيه رمضان، ما نادم كيكون مشغول الخدمة، كنكونو خدامين كنجيو حتى العشية، والله كنوجدو داكشي اللي كتب الله. هانتوما يا هاد التفاح عاوتاني كنقشرو بحال هكا، كنقشرو كامل، كنحيدو اللي كيجي ضريبات اللي كيجي شي حاجة، باش كيجي ساهل، كيجي ساهل. هز ودير في العصارة في الطحانة وطحن، هادشي اللي كنديرلو أنايا. هانتوما هاد التفاح انا نقيتو غسلتو، هانتي كيولي بياض ما كيحل ما حتى شي حاجه. دابا عاوتاني انا غنديرو في مويكات. هانتوما ساعات كنبقى نجبد ونديك، فريسة انا قطع نقيتها حتى هي قطعتها شفتها تاع هيايا. كنديرها تمن باش كيجيني بوالد مع البنات. دابا ها انا غنقطع دابا التفيف حال البوينينات ديالي، هانتوما نديرهم في الميكات تا هما. تيبان غزال تبارك الله، الله يجزيه الخير تبارك الله، الله يرزقها الصحة والسلامة. هانتي كندير جوج بنانات ولا ثلاثة، المهم أنا غندير ثلاثة. هانتوما
كملي كنديروه هنا في الثلاجه كيبقى بحال هكا، كيبقى ابيض بحال هيدا بزاف. هانتوما هنا سليت دابا، هانتوما خرجوا ليه سته ديال المويكات ديال البنان وخمسه ديال التفاح، هكذا نزيد شي حاجه ان شاء الله. هانتوما هاد الفريسه ديالي نقيتها عدلتها. ايوا انا شاركت معكم اليوم هادشي، وديروا لي ابوني، ديروا لي جيم وبارطاجي، والله يجزيكم بالخير وشكرا على فيديو جديد ان شاء الله. وبشركم بروكه، الله يدخل عليكم الصحه والهنا، ومع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله.